مصباح قديم تعتمد عليه هذه الأسرة في إنارة بيتها طيلة ساعات انقطاع الكهرباء عن أحياء قطاع غزة. المصباح بقي سلاح الأسرة في مواجهة الظلام إلى أن وصلهم فريق من المتطوعين الشباب. متطوعون صنعوا في لحظات شبكة إنارة بسيطة استبدلت بالإنارة القديمة. نقدر نروح على الحمام فيه، نقدر نخش نطبخ، نقدر نسوي عليه السحور أو الفطور، يعني مهم جدا يعني لكل إنسان، مش إلي بس، كمان لكل إنسان. ينتقل الشبان بين أزقة مخيم المغازي للاجئين بحثا عن بيت ثان، وبذات الطريقة يمدونه بالنور. حراك أربع أربعات وفكرة شبابية انطلقت من العالم الافتراضي الفيسبوك وتويتر للنزول إلى الميدان لخدمة المجتمع وإنقاذ الأهل الفقراء من مخاطر انقطاع التيار الكهربائي. يهدف هذا الحراك لإنارة 4444 بيت في المنطقة الوسطى خلال فترة زمنية 4444 ساعة من الزمن. مصدر الإنارة الجديد بدأ أكثر أمناً من وسائل أخرى. معاناة الكهرباء هذه اللي بنمر فيها كلنا، قصص الحرائق، متعات الشموع، لأنه الشمع خطر على في البيت وعلى الأولاد، فاللدات أحسن من الشمع. وكانت مثل هذه الشموع أودت بحياة 29 فلسطينيا في القطاع، معظمهم أطفال، خلال انقطاع الكهرباء في حوادث متفرقة في السنوات الأخيرة وفق إحصائية رسمية. تسبق مبادرات الشباب خطوات المسؤولين في مساعي التخفيف من مشكلة طال عمرها دون حل، خطوات قد تعيد لأزمة الكهرباء بعدها الإنساني بعدما حولها السياسيون عنوانا لخلافاتهم. محمد المشهراوي، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.